بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ أولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية ومسالكها في هذه الحصة إن شاء الله الجديدة، ودائما في إطار الاستعداد الجيد للامتحان الجهوي لسنة 2020. سأقدم لكم إن شاء الله تصحيح آخر للامتحان الجهوي 2018، الدورة الاستدراكية لجهة الرباط سلا القنيطرة، بعدما قمنا بتصحيح نفس امتحان الجهة للدورة العادية. إذن على بركة الله، ففي هذه الحصة سوف نكتفي إن شاء الله بتصحيح التمرين الأول والثاني. إذن التمرين الأول يتكون من سؤالين. إذن أولا، ألف حل في R المعادلة التالية: x ناقص x ناقص 12 يساوي 0. إذن ب حل في R المتراجحة التالية. ثانيا، حل في R أسيتنا النظمة. التمرين الثاني إذن يحتوي مخزن على 240 سيارة، منها 15% غير صالحة للاستعمال. السؤال هو: ما هو عدد السيارات الصالحة للاستعمال بهذا المخزن؟ إذن فكما تعلمون فلقد تم تعميم الخيار الفرنسي في بعض جهات المملكة، لذلك إن شاء الله سأحاول أن أترجم لكم هذا التمرينين باللغة الفرنسية كما هو معتاد. Un exercice 1. Résoudre dans R l'équation suivante. La question 1b. Résoudre dans R l'inéquation suivante. La deuxième question. Résoudre dans R2 le système suivant. Exercice 2. Un magasin contient 240 voitures dont 15% ne sont pas utilisables. Calculez le nombre de voitures qui sont utilisables. Donc, à la barakatillah, namor les tsahih at-tamrin al-awwal. Le sual al-awwal. A. Résolvons dans R l'équation suivante. Donc, il a hul fi R al-mu'adala at-taliya. Donc, tu lahidou bi'anna hadhihi al-mu'adala x ناقص x ناقص 12 يساوي صفر عبارة عن ماذا؟ معادلة من الدرجة الثانية. إذن يجب استعمال ماذا؟ دلتا. C'est une équation de second degré. Donc calculons le discriminant delta. Delta هو المميز. Discriminant. إذن العلاقة ديال دلتا، la relation ديالو، دلتا est égal à b carré moins 4ac. إذن تلاحظ بأن لحساب دلتا يجب معرفة ماذا؟ قيم الأعداد A B, C. إذن ببساطة قيمة A هو العدد الذي مرتبط هو معامل X ستنا في هذه الحالة، أي بمعنى آخر العدد الذي يوجد وراء X ستنا، إذن هو واحد. العدد B هو العدد الذي يوجد وراء X، إذن في هذه الحالة هي ناقص واحد. والعدد C دائما هو العدد الأخير غير مرتبط بالمجهول، إذن هنا ناقص 12. واضح؟ هنا الخطأ اللي مخصوش يدار هو أننا دائما العدد كناخذوه بالإشارة ديالو. إذا ناقص 12 ماشي 12 دو، ومنه إذا غادي نعوضو الدلتا ديالنا. إذا ب هي ناقص واحد في 2 ناقص 4 في ماذا؟ في أ، إذا في واحد في ناقص 12. إذا ألوغ ومنه إذا دلتا ناقص واحد في 2 تساوي واحد. لماذا؟ سبق لي أن شرحت هذه الخاصية بدقة. إذا ناقص واحد أس اثنان كتكون عندكم هنا أس اثنان كتحيد هذا الناقص، كتولي هنا بحال عندكم هنايا واحد أس اثنان، إذا واحد أس اثنان هي واحد. ناقص أربعة في ناقص 12 هي ناقص مع ناقص هي زائد، إذا زائد 48، إذا في واحد هي 48. إذا واحد زائد 48 هي دلتا كتساوي 49. داكوغ؟ بويسكو دلتا، انتم كتعرفوا بان الحل ديال المعادله دائما من الدرجه الثانيه كيكون مرتبطه بماذا؟ باشاره ديال الدلتا هذه. في هذه الحاله دلتا كبر قطعه من صفر، بويسكو دلتا ستريكتومون سوبيريور ا زيرو، الوغ
اذا ملي كتكون ديلتا كبر خطا المسابق شكون نقولوا كنقول بان المعادله كتقبل حلين كنكتبوا هذه العباره هذه بالنسبه للخيار الفرنسي ليكواسيون ادمي دو سوليسيون ديستانكت اكس 1 كتساوي ناقص بي ناقص جدر مربع ديلتا على 2 ا اذا في هذه الحاله ناقص بي من يجب الانتباه اذا ناقص بي اذا هي ناقص ناقص 1 ناقص جدر مربع تساوي 4 الناقص مع الناقص هي زائد اذا هي 1 ناقص 7 على 2 في ا اذا 2 في ا هي 2 في 1 1 ناقص 7 هي ناقص 6 قسمه 2 هي ناقص 3 اكس 2 العلاقه ديالو هي ناقص بي زائد جدر مربع دلتا على 2 ا الاختلاف الوحيد على مستوى الوسط هنا ناقص هنا اشاره موجبه زائد لان هنا التلميذ يجب ان يكون ذكيا من اجل ربح الوقت اذا اش غادير هنا غاتجي هنا مباشره هنا اذا 1 ناقص 7 لان هنا تصبح 1 زائد 7 على 2 تساوي 4 اذا المعادله عندها جوج ديال الحلول اللي هما ناقص 3 و 4 اذا غنكتبوا هذه العباره دو اس تساوي ماذا بين اللامتين ناقص 3 4 او بالنسبه للخيار العربي ومنه اس تساوي ناقص 3 4 اذا نمر للاجابه على السؤال الثاني ريزولفون ليكواسيون يعني لنحل المتراجعه التاليه هي عباره عن متراجعه من الدرجه الثانيه لماذا لان فيها اكس اس 2 مفهوم اذا اش غادي نديرو اول حاجه نردو بعداد الاعداد اللي كاين هنايا الطرف الاخر باش نخليو دائما صفر مفهوم في الطرف الاخر اذا اكس اس 2 اون اكس اس 2 اون اكس او كاري ستريكتومون سوبيريور اكس بلس 2 عندكم اكس كار اكبر خطا من اكس زائد 12 الوغ اذا اكس اس 2 ناقص اكس فهم حيت كانت هنا زائد اكس اذا الطرف الاخر غتولي ناقص اكس زائد 12 اذا ناقص 12 اكبر خطا من صفر مفهوم انتم كتعرفوا بان لينيكواسيون على دو سكوند دوغري الدرجه الثانيه تخصها دلتا كتلاحظوا معايا بان الدلتا ديجا حسبناه ان هذه كتشابه مع السابقه مفهوم يعني هاد ثلاثية الحدود هي نفسها ثلاثية الحدود اللي خدمناها في السؤال الأول دابخي لا كيسيون بريسيدونت حسب السؤال السابق لي سوليسيون دو ليكواسيون اكس او كاري موان اكس موان دو سي تيكال زيرو حيت دائما الحلول ديال المتراجعه مرتبطة بماذا بحلول المعادلة أولا وحنا المعادلة هادي راه ديجا لقينا الحلول ديالها إذا شنو هما ناقص ثلاثة وأربعة شنو بقى لينا بقى لينا جدول الإشارة لو طابلو دو سين لو طابلو دو سين اي طابلو دو سين ديالنا كما شرحتو في التصحيح ديال الامتحان السابق في الفيديوهات السابقه كتحط على هذا الشكل دائما سطرين وعمودين فهم كتجي اول حاجه كتحط اكس ديالك هنا كتحط هنا مو لانفيني هنا بلس لانفيني كتجي هنا كترتب الحلول ديالك من الاصغر للاكبر دونك في هذه الحاله ناقص 3 ثم بعد ذلك نضع 4 هنا نضع ثلاثيه الحدود لو ترينون انا كتحط الترينوم اللي عندك ثلاثية الحدود كتسمى بالدور العربي اكس كاري موان اكس موان دوز اللي تعطات لك هاني مفهوم يعني ما كديرش كبر خطا من صفر لان كاين بعض التلاميذ كيديروا هنا هذا الخطا ولا كيديروا هنا كتساوي صفر لا كتكتب كتزول هاد لو سامبول هذا الرمز وكتكتب ثلاثية الحدود اذا هنا اش كنديروا كنشوفوا الاشارات هنايا اول حاجه اذا هنا نضع الصفر هنا وهنا لماذا لان 4 وناقص 3 حلي هذه المعادله مفهوم هنا الخانات اش غنديروا فيهم اشارات مفهوم كيفاش كتعمروا كاينه قاعده كما شرحتها في السابق تركزوا على هذا العدد هذا ا في هذه الحاله موجب العدد اللي كان مر اكس موجب اذا اش غدير غدير في الوسط العكس ديال الاشاره اللي كان هنا اللي هي ناقص ما تبقى عكس الاشاره ديال ناقص اللي هي زائد هنا وزائد هنا يعني بين الحلين ناقص خارج الحلين عكس إشارة أ في هذه الحالة مفهوم كدير هنا عكس إشارة أ في الوسط ونفس إشارة أ في خارج الجدرين مفهوم أو الحلين بالنسبة للمعادلة دونك إذا هنا ملي غنبغيو الحلول ديالنا ببساطة أش كنديرو هنا بالنسبة للمتراجعه نبحثو على المجالات هنا مادام عطاكم هنا الرمز أكبر قطعا من صفر تبحث على المجالات اللي غتكون فيهم الإشارة موجبة
شرح موجبة كاينة في هذا المجال الذي طرفه ناقص ما لنا ناقص 3 دونك اس تيكالا موان انفيني موان 3 ها هو كتبتو وكاين في هذا المجال مادام كاين في هذا المجال خاصك دير هنا اتحاد اونيون كدير هنا U وكتكتب المجال الاخر 4 مفتوح زائد ما لماذا مفتوح هنا عندكم هنا اكبر قطعا مفهوم كون عطاكم هنا اكبر من او تساوي غادي تغلق المجال من جهه ناقص 3 ومن جهه 4 لان من جهه زائد ما ناقص ما دائما يكون المجال مفتوحا اذا نمر الان لإجابة على السؤال الثالث اللي نضمن دونك ترازيام ريزولفون دون ار دو لو سيستيم سويفو هنا نجي هنايا هنا كتلاحظي بان النظمه دائما كما شرحت لكم في السابق ان هناك عده طرق من اجل حل هذه النظمه من بينها طريقه التعويض طريقه التعارف في الخطيه ثم بعد ذلك الطريقه التي رايناها في هذه السنه اللي هي طريقه المحدده لو ديتيرمين وكنت نصحتكم بهذه الطريقه هذه لانها الطريقه الاسهل نظرا لبساطتها ولسهوله استعمالها يكفي انكم تكونوا فاهمين ها اش غدير اول حاجه كتجي هنا كتحدد دي ديالك دي ديتيرمين دي المعاملات كنشوف هنا اكس شنو هما الاعداد اللي كاينه مورا اكس هنا في المعادله الاولى كاينه 2 غنجي نحطها هنا في المعادله الثانيه كاينه هنا 1 غنجي نحطها هنا داكور هنا غنشوف عاوتاني إيكغيك نمشيو لإيكغيك كاينة 3 مورا غتحط هنا هنا كاينة ناقص 1 مورا غتحط هنا بحال القاعدة الثلاثية 2 في ناقص 1 ناقص 3 في 1 2 في ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 في 1 هي ناقص 3 ناقص 2 ناقص 3 تساوي ناقص 5 واضح يمكنكم استعمال آلة حاسبة من أجل ربح الوقت مفهوم لان يمكن استعمالها مسموح باستعمال آلة حاسبة في الامتحانات الجهوية دي دو اكس دي دو اكس هنايا ملي تبغي تحسب محددة ديال اكس دي تيرمينون ديال اش كدير اش هما المعاملات اللي جبناهم من اكس هما جوج واحد كيتغيروا بماذا بعد 90 مع 15 تجي هنا تحط 90 15 وغتحتفظ بهذا ها هما 3 ناقص 1 غادي نفس العملية 90 في ناقص 1 ناقص 3 في 15 90 في ناقص 1 ناقص 90 3 في 15 45 مع ناقص هي ناقص 45 بعد الحساب تساوي ناقص 135 الآن غنحسبو دي إيكغيك لو ديتيرمينون ديال إيكغيك لو ديتيرمينون ديال إيكغيك أش كنديرو كنحافظو على الأعداد ديال إكس المعاملة ديال إكس هنايا إذا 2 1 ثم نقوم بتغيير معاملات إيكغيك اللي هما 3 ناقص 1 بماذا؟ ب 90 15 دائما إذا بعد الحساب 2 في 15 ناقص 90 في 1 2 في 15 30 ناقص 90 في 1 إذا هي ناقص 90 بعد الحساب تساوي ناقص 60 إذا كتلاحظوا معايا بأن هذه الدي هذه كتخالف صفر مادام كتخالف صفر إذا إكس تساوي دي إكس على دي دي اكس وجدنا فيها ناقص 135 دي وجدنا فيها ناقص 5 اذا نقوم بقسمه 135 على 5 تلاحظ بان 27 ناقص مع ناقص هي زائد ايكغيك دي ايكغيك على دي ناقص 60 على ناقص 5 مباشره تساوي 12 لان دي ايكغيك وجدنا فيها ناقص 60 ودي دائما وجدنا فيها ناقص 5 اذا مجموعه حلول النظمه الوغ اس هي الزوج ماذا؟ 27 12 ببساطة S تيكالا لو كوبل 27 12 إذا نمر الآن لتصحيح التمرين الثاني لا سوليسيون دي ليكزيرسيس 2 إذا التمرين الثاني عبارة عن مسألة إذا نقرأ عليكم مسألة أن ماغازان كونتيان 240 فواتيغ دون 15% نو سون با يوتيليزابل كالكيلي لو نومبر دو فواتيغ كي سون يوتيليزابل نشرح لكم العربية هاد المسألة اللي كهنايا عندك واحد مكازا فيها مثلا 240 سيارة مفهوم 240 سيارة ما بين ديك 240 سيارة كاينة 15% ها غير صالحة يعني ما كتستعملش مفهوم المطلوب هو تحسب لي عدد ديال السيارات المستعملة مفهوم يعني باش نجاوب على هذا السؤال هذا ضروري غنعطيكم واحد التذكير ان غابيل ها
نقرا لكم بالفرنسي ومن بعد نشرح لكم بالعربيه. سوا او اي ا دو زونسومبل فيني تيل كو ا اي تانكلو دون كليك هنا لتكون او و ا مجموعتين منتهيتين. منتهيتين يعني ان عدد عناصرهما يمكن حسابه او يمكن تعداده، مفهوم؟ يعني هذا العدد ديال العناصر ديالهم معروف يمكن نحسبه. تيل كو بحيث ان ا ضمن او، يعني بحال عندك واحد المجموعه كبيره وعندك مجموعه صغيره، مفهوم؟ Si P pourcent est le pourcentage de A dans E, alors le nombre des éléments de A est N, que ça veut P fois N à la MIA, avec N désire le nombre des éléments de E. Et dans la règle, il y a une règle, maintenant, il y a une nisbe, nisbe de A ou de A, qui est de la A, le mjmoua E, et il y a P, le MIA, il y a une règle de la ranasir de A, qui est de la A, qui est de la nisbe de A, ضارب ماذا؟ جداء العدد الإجمالي ديال العناصر ديال E في 100، مفهوم؟ أنا أعطيكم مثال، بحال مثلا دابا نفترضوا أن E هي مجموعة القسم مثلا ديالكم كافتيرات، ياك؟ نفترضوا أن القسم فيه 40 تلميذ، يعني N كبيرة هي كتساوي 40، مفهوم؟ ونفترضوا أن مثلا الإناث حيت ضروري القسم غيكون فيه الإناث وغيكون فيه الذكور، نفترضوا مثلا أن الإناث أن النسبة المئوية ديال الإناث هي 30%، مفهوم؟ وقال لك شحال غيساوي العدد ديالهم، وطلبوا منك انك تحسب العدد ديال الاناث في ذاك القسم، اش غدير؟ غتاخذ النسبة ديال الاناث اللي عطاوك هي 30%، غضربها في ماذا؟ في 40 في العدد الاجمالي ديال التلامذ، وتقسم على 100. إلا درتي هذه العملية غتلقى 12 تلميذة، مفهوم؟ نفس الشيء غنديرو هنا. دونك اش غادي نديرو دابا؟ حنا بغينا نعرفوا ماذا؟ العدد ديال السيارات المستعملة. اللي كتستعمل اش غنديروا هنا؟ اولا كالكيلو النومبر دو فواتور كي سون اوتيليزابل. غنجي هنا لو نومبر دو فواتور كي نو سون با اوتيليزابل اي. اولا هنا عطاونا النسبه ديال السيارات الغير المستعمله، غنحسبوا حنا العدد ديال السيارات الغير المستعمله بتطبيق هذه القاعده. اذا مادام عارفين النسبه وعارفين العدد الاجمالي ديال السيارات، اش غندير؟ غندير 15 في 140 مقسمه على 100 غتعطيني 36. اذا 36 سياره اللي ما كتستعملش. إلا بغيت السيارات اللي كتستعمل اش غندير؟ ألوغ لو نومبر دو فواتيغ سون اوتيليزابل هي فقط غندير الفرق 240 العدد الإجمالي ديال السيارات اللي كاين في المكازا، غنقص منهم 36 اللي مكتستعملش، تعطي بأن السيارات اللي كتستعمل هما 204. هادي طريقة. دوزيام ميثود اشنا هي؟ هي أنك تحسب النسبة المئوية ديال السيارات المستعملة. أنت كتعرف بأن النسبة المئوية ديال السيارات الغير المستعملة هي 15%. إذا إلا بغينا النسبة المئوية ديال السيارات المستعملة اش غنديرو؟ غنديرو 100% ناقص 15% كتساوي 85%. يعني لو بورسونتاج دو فواتور كي سون اوتيليزابل إي 100% موان 15% تيكالا 85%، داكور؟ تيكالا 85%. ألوغ إلا بغينا العدد ديالهم، دابا عارفين النسبة، فقط غنطبقو ديك القاعدة اللي شرحت لكم، هي إم مثلا 85 في 240 مقسمة على 100 كتساوي 240. لاحظوا معايا بأن لقينا نفس النتائج، مفهوم؟ إذا بهذا نكون قد أنهينا هذه الحصة. فوالا إيسي لا فان دو سيت سيونس. جو فو روميرسي، شكرا على انتباهكم، ولا تنسوا دائما طرح أسئلتكم في التعليق أسفل الفيديو، كما ستجدون إن شاء الله موضوع الامتحان في رابط أسفل الفيديو. إلى اللقاء وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.